صافي صافي اسحب اسحب ايه في ايه؟ لازم ننزل دلوقتي حالا. ننزل نروح فين؟ البس هدومي؟ ايه؟ شش صوتك بالراحة. يلا يلا يا بابا. انت فين يا ندى؟ انا اسفه، التليفون قطع مني شحنه وانا بوصل عطيه المستشفى مع دكتور احمد، وكنت ناسي التشارجر هنا. رجعت الفيلا تاني؟ لسه حالا. انا عايزك تخلعي من عندك دلوقتي. ليه؟ هو حصل حاجه؟ مش وقت، بس املي قبل ما تخرجي وخليني معاكي على الخط. السلك مش هيوصل، استنى بس خليك معايا. طب امني وتعالي قولي لي. بابلو في رجاله جايين. اوعي يقطعوا عليك يا ندى، وكاني في حته لحد ما جيل. لا تيجي فين؟ ما تجيش، انا هتصرف ولما اخرج من هنا هكلمك. بقول لك كني وانا جاي. عبوده لو قفشك مش هيحلك ولا هتشوف ابوكي تاني. يا بابلو بقول لك ما تقلقش بقى، يلا باي. اسمع اللي بقى يا ندى، يا ندى بيشيل الباب ده بسرعه، انا عايز هو اللي معاه.